محلى جدك. اليوم في محلى جدك باش نحكي لكم على كلكو زاسوس دو بوتي. الباز نتاعهم الملح. اي نعم الملح. فيكم غزرتوا لي هكاك معنى الملح بخلاف الماكله نجم نعمل بيه حاجه اخرين صحيتي انا. دونك مغرفه كبيره ملح معاها مغرفه صغيرونه زيت زيتونه. الميلونج هذا نعملوا بيه قماش للبدن الكل واحنا في الدوش ولا في الحمام. كما كنت قلت قبل القماش هو علاج اساسي للبوم تاعنا بما انه ينحي الخلايا الميتة من البشره اللي تتسبب فيها العرضه للشمس والغبره اللي عنا منها برشا في تونس. الناس اللي تعاني من القشره في شعرها الملح يجم يكون من اكثر الحلول الافيكاس. ناخذ شويه ملح خشينه نحطوها على راسنا ونعملوا بها مساج صغير بحركات دائريه ومن بعد نشلو بالماء الدافي. بالطبيعه ما نخليوش الملح اكثر من درج في راسنا باش ما يضرش القشره نتاعنا. نجيو الميلونج الملح والكربونات ونصفوا به سنينه 3 دقائق كل مره. في الحاله هذه الملح ينقص من البلايص الصفراء على السنين. دونك نجمو نستعملوه كيما الدونتفريس. فوالا مش مضمرو بيه. لا نحكو بيه. مغرفة صغيرة ملح وقدها كربونات وشوية سيترون خلطوهم مليح ونغطسوا فيهم ضوافرنا كل مرة نلقى وقت باش يبيضوا ونقويوهم. الناس اللي تعاني من السيلوليت اللي يعانيوا منه سيختو العبادة اللي تضعف فيسع وإلا اللي ديما تضعف وترجع تسمن يعني مش ركزة في بوا معين. الملح اللي يجم يعاون على التخلص منه. شنو نعملو؟ ناخذوا شويه ملح معاهم زيت مد كوكون القهوه ديجا حاضر نشريوه حاضر. نعملوا بهم مساج صغروني ونخليوهم 4 دراج ومن بعد بيان سور نعملوا الدوش نتاعنا. فوالا بور اجوردي اتكسا ديز استوس صغار وبساط وسهلين جستمون فيت فماش دار ما فيهاش ملح دونك نجمو اون بروفيت من الحكايه. فوالا مش ناس الكل نعرفوا الفوائد نتاع الملح. بون نعرفوا فوائده في الماكل ولو انه عنده برشا مخاطر في الماكل ما لازمناش ديما نكثروا منه. حتى في البوتي اون فيت ما لازمناش نكثروا منه سورتو بالنسبه للي بو سونسيبل ولي بو سيش. دونك شويه شويه. واضح. يعطيك الصحه يا منال. نصائحكم اليوميه باش تكونوا ديما مزيانات كل عدو مزيانين كما سي عيمات. لقيت هذا محلى جدك مع منال في اسمه مزيان. محلى جدك محلى جدك اسمه مزيان.